السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء. النهاردة أول فيديو مع قناة أي تي يوتيوبر، دي قناة جديدة إن شاء الله تكون هدفنا إن احنا نطور تجربتك للكمبيوتر مع الشروحات اللي إن شاء الله هتأهلك لاحتراف التعامل مع الكمبيوتر بإذن الله. كمان هنقدم أخبار ومعلومات تقنية هتستفيد بيها وتخليك على علم بتطور التكنولوجي. هنقدم كمان نصايح وطرق للربح من الإنترنت، وإن شاء الله كمان هنقدم إزاي تبدأ في طريق السوفت وير والبرمجيات، إزاي تبقى مبرمج، إزاي تختار لغة البرمجة اللي أنت عايز تشتغل بيها، وإيه الفرق بين لغات البرمجة. إن شاء الله كمان هحاول نديك الزيتونة في كل الحاجات اللي احنا هنقدمها، يعني من غير فتي وكلام كتير، يعني بمعنى أصح تاخد المعلومة مننا عشان تشتغل بيها وتأهلك لسوق الشغل إن شاء الله. دي القناة بتاعتنا فيها 3 مشتركين بس، أتمنى بقى يبقوا 30,000 أو 3 مليون مثلا إن شاء الله. يعني دي كمان بتاعتنا أو الصفحة. دلوقتي احنا يعني احنا بدأنا القناة وعندنا أخبار عن الكورونا. الكورونا فيروس، هو الكورونا فيروس مسجل عالميا 126,000 حالة، تمام. ديس اللي ماتوا 4,000، اللي عادوا اللي يعني اتشافوا 68,000. طبعا معروفين الصين طبعا في مقدمة اللي انتشر فيها الوباء ده. مصر، بالنسبة لمصر الحالات اللي ظهرت عندنا 67 حالة، فيهم واحدة اتوفت، وفي 27 حالة اتشافوا، و29 حالة دول لسه اكتب ان شاء الله نشفيهم. نختم الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.